بمناسبة اليوم العالمي للعائلة حبينا نتعرف أكثر مشاهدينا على جمعية بسمة اللي من عام 2002 حضنت عدد كبير من الأسر المحرومين والمحتاجين ووصلتهم للاكتفاء الذاتي من خلال برامجها التأهيلية اللي بتأمن تقريبا كل حاجاتهم. اليوم حبينا نتعرف على عائلة حضنتها هالجمعية. برحب بالست فاديا، أهلا وسهلا فيكي فاديا، شرفتينا. بدي رحب كمان بماريبال وإلي، أهلا وسهلا فيكم. ألن الخوري أبي نخلي، حضرتك مساعدة اجتماعية ومنسقة عائلية بجمعية بسمة، أهلا وسهلا فيك كمان. التقينا فيك عدة مرات سابقا، اليوم بهالمناسبة الخاصة حبينا كمان نتعرف على آخر نشاطاتكم وكيف بتستقبلوا وبتحضنوا هالعائلات. ست فادية بدي رحب فيك مرة جديدة، حضرتك أنت وزوجك حبيب وأطفالك من العائلات اللبنانية الكتار اللي بسبب ضغوطات ضغوط الاجتماعية وال الاقتصادية واجهتوا مشاكل كثيرة وعم بتناضلوا مثل هالعائلات، كيف كانت حياتكم قبل ما تتعرفوا على جمعية بسمة؟ إنه صراحة عم ببرم أنا على الشغل، ما عم لاقي إنه بدي شيء بارت تايم لأنه عندي الأولاد بعد الظهر بدي أهتم فيهم درسهم. ولكن قبل كان زوجك عم بيشتغل، كان شوفير تاكسي وكان ماشي الحال تقريبا. كان عم يشتغل، كان جايب سيارة على البنك تقسيط، رهن النمرة، كان عنده نمرة رهنها للبنك. عندنا أجار بيت وكان أولادي صغار وكثير في إنه مصاريف، ما قدر أخذ البنك النمرة والسيارة. يعني من خلال التاكسي ما كان عم بيقدر يأمن تكاليف يعني حياتكم اليومية. يعني أجا عم بيطلع يعني إنه البنزين والمصاريف ما عم بيلحق يعني. نعم. أنا عم برمى على الشغل ما عم لاقي. شو صار معه؟ وصل لمرحلة ما قدر يشتغل. وهو كمان جوزي إنه ساخن، عنده بالقلب، عنده بده عملية وعنده ضغط وسكري صراحة يعني. كمان ما بيقدر كتير يعني إنه يعني وقف عن الشغل بسبب هالأمراض اللي كان عم بيعاني منها. هون أنت حاولتي ضمن إمكانياتك إنه تساعدي زوجك بتأمين تكاليف حياتكم، المدارس والأكل والشرب، شو عملتي يا ست فادية؟ شو حاولتي تعملي؟ مثل ما قلت لك إنه صرت أبرم على الشغل ما كنت لاقي، ف إنه ما بعرف الصراحة يعني وصلت لفترة إنه يعني مش عارفة شو بدي أعمل، مصاريف كثيره وما في مدخول. نعم. فكنت عم بحضر تيلي لومير وشفت مدام ألن عم تحكي انه عن الجمعيه وانه نحن بنساعد وهيك، فاخذت رقم التليفون واتصلت فيها. قالت لي اوكي بنجي لعندك. يعني هون فاجئك، انت وصلتي لمرحله الياس يعني، استسلمتي تقريبا بعد محاولات كثيره من دون نتيجه. بالصدفه شفتي ألن عم تحكي على التلفزيون. ايه نعم. فاتصلت فيها وقلت لي اوكي بجي لعندكم، واخذت الادرس يعني واجت بعملكم زياره، واجت شافت الوضع انه انا اقل ما قلت لها يعني، شافت انه الوضع كثير يعني مزبوط مثل ما قلت لها واكثر. نعم. فقلت لي اوكي انا انه هلا قدمت الطلب وبرجع. نعم. انه بجي لعندكم. ألن لما بتوصل لعندك عائله مثل عائله فادية وبتشرح لك وضعها وحالتها الماديه، نعم، على اي اساس بتقبلوا انه تساعدون؟ نحن اول شيء اتصلت فينا فادية طالبه المساعده، نحن بننزل على بيوت كل عائله فقيره طالبه المساعده، بنتاكد اول شيء اكيد انه من خلال استماره بروفيشنال انه هالعائله عندها كل المعايير يلي هي عائله فقيره وبحاجه لمساعده، وبهالعائله ضروري يكون في شخص نكون عم نعتمد بعدين عليه بخطه اعاده التاهيل، يكون عم بيساعدنا تتصير عائلته مستقله ماديا ومعنويا. بحاله فادية هي وجوزها اثنيناتهم كانوا قادرين انه نكون عم ندبر لهم شغل بمحل بعد متابعه لكذا سنه واعاده تاهيل، يكونوا هن عم بيأمنوا المدخول لعائلتهم، يعني مأهلين انه يرجعوا يشتغلوا ويوقفوا نفسهم. نعم مزبوط. فادية من بعد ما وافقوا انه يساعدوكم وحضنوكم على كل الاصعده، شو المساعدات والدعم اللي قدموا لكم اياه؟
يعني صراحة إنه كل ما يلاقوا مثلا شغلة ماني قادرة مش قادرين نعملها، يعني إنه يوقفوا حد كتير وبعدين بمحبة، يعني ما حسسوني إنه مثلا إنه مثل مثلا واحد بحسس تاني إنه عم بيساعده أبدا من دون جميل. إيه يعني نعم. بتحسي كأنه أهلك إنه بمحبة بعطاء، هذا العطاء هيدا الحقيقي، الشغلة الحلوة يعني ما بتح... إنه ما بتحس يعني ريحوكي نفسيا كمان. إيه نعم. حسيتي إنه في إلك سند، في حدا داعمك؟ إيه نعم. لأول مرة يمكن من فترة طويلة ما شعرتي بهالشيء. أعطيني تفاصيل، كيف ساعدوك؟ شو قدموا لك؟ مساعدة مادية، مواد غذائية؟ هلا مثلا اجوا لقوا عنا اوضه النوم يعني بالمره يعني ما بتسوى ابدا، والخزانه مكسره، انه جابوا لنا اوضه جديده، لقوا البيت انه عم بينش، انه منه ابدا يعني خرج واحد يعني يسكن فيه، انه ظبطوا لنا يعني شافوا شو حسنوا وضع البيت. ايه نعم. وماديا مصاريف البيت، تكاليف مثلا قصوطة المدارس؟ مرة كنت مكسورة أنا للمدرسة صراحة وماني قادرة أدفع، كمان وقفوا حدي ودفعوا لي إنه مكسورين. ألن أنتوا بتدعموا العائلة مثل ما سمعنا من فادية ماديا وكمان نفسيا، خبرينا شوي عن هالدعم اللي بتقدموه. نحن عنا خطة عمل لكل عائلة، أول شيء منبلش على الصعيد الأشياء الطارئة. لأنه مثل ما بتعرف العيلة الفقيرة بحاجة لكل شيء، الشخص إذا ما رويناه جوعه وعطشه وسكنناه ببيت كخطوة يعني أولى في الحد الأدنى من مكملات العيش، ما بنقدر نشتغل على غير أسعدة. أول شيء منقدم الأكل، المواد التنظيف، التياب، منرمم البيوت، ومنقدم مثل ما ذكرت فادية إذا تخوت وإشياء فرش للبيت ضروريات كمان منقدمها. بنرجع منشتغل على الصعيد النفسي والمتابعة النفسية، هون أوقات بكون أصعب للعيال، هيدي صعبة وبدها وقت للعيال تقدر توقف على إجريها وتواجه هالمجتمع. بحالة فادية إلي وماريبال وفادية كانوا عم يعني متابعين نفسيا لفترة طويلة لقدروا تخطوا كل هالأزمات. كمان بنشتغل على صعيد الأولاد يبقوا بالمدرسة ويتابعوا دراستهم ويكونوا عم يعملوا عنا كمان بعد الظهر دروس خصوصية، لأنه في كتير أيام الأهل ما بيقدروا يتابعوا الولد، فنحن منأمن هالدروس الخصوصية لما نعاني من تسرب مدرسة ويرجعوا الأولاد يتركوا على البروفي ويرجعوا يعملوا عائلة فقيرة من أول وجديد. والخطة النهائية تكون إنه عم نلاقي فرص عمل للأهل، مثل ما هلا لفادية لقينا فرصة عمل عم تشتغل بارت تايم مثل ما هي بدها، وتكون عم بتساعد عائلتها. يعني عم بتقسم وقتها بين العمل لتساعد زوجها وعائلتها، وكمان تخصص وقت للأولاد اللي هن الأساس أكيد بهالموضوع. فادية، لما كنتوا عم تواجهوا هالمشاكل وتحسي بهالضغط وهالستريس، هالشيء كيف كان عم بيأثر على العائلة، على علاقتكم بين بعض؟ قد إيه سببت مشاكل؟ صراحة بس إنه تمرقي بضغوطات بتحسي حالك إنه ما إلك جلادة حالك، يعني إنه بتضلك موترة كيف إنه ما فيك تقومي بعائلتك إذا أنت تعبانة، إنه بتحسي أقل شيء بضايقك. الأولاد كانوا يشعروا معكم، يحسوا بالتقل اللي أنتوا عايشينه؟ هلا الأولاد كيف أثر عليهم؟ ايه هلا الاولاد بحسوا، بس الولد ولد يعني مثلا بقول لك بده شغله يعني بده اياها ما بيعرف صح. انت منك قادره او هيدا، انه بقول لك طب ليه مثلا منك قادره، انه بصير انه لا انا غير عن اولاد غيري، يعني مثلا ليك غيري مثلا انه شو الناس المجتمع لما كنت عم تحاولي تلاقي شغل، واكيد شرحتي وضعك لبعض الناس اللي التقيتي فيهم، هل تعاطفوا معك؟ هل كان في محاولات ليساعدوكي او حسيتي حالك هيك شوية نفور من الناس اللي كنت تشتغلي؟ هلا في ناس انه الله يوجه لهم الصحة كثير يعني انه وقفوا حدي وساعدوني، وفي ناس مثل انه بيقللوا احترام صح بهنوكي اوقات وكأنه ذنبك هالشيء. شو عم نشوف هون ألن؟ هون نشاط عيد الميلاد بمطاعم البسمة، المطاعم اللي منتعمل فيها الختيارية، نحن مرتين بالأسبوع وجبات ساخنة مجانا. وين؟ ببدارو. اوكي، انتم مركزكم ببدارو؟ نعم ببدارو. فمرتين بالاسبوع بتستقبلوا المسنين وبتقدموا لهم وجبة غدا ساخنة. هون عم نشوف الاطفال العراقيه بسمه مع مساعدتها للعيال اللبنانيه من 13 سنه لليوم. هلا بالازمه العراقيين اللي اجوا من الموصل كنا نحن عم نوقف حدهم، لحد هلا عم نوقف حدهم. هون منتدى التوظيف
نحن بنعمل جوب فورم، نفتح فرص ليكونوا العيال يلي عنا اللي طالبين شغل والشرك يلي هي عم بتقدم فرص عمل عم بيلتقوا ويعملوا تبادل. كيف بتأمنوا هالفرص العمل ألن؟ هل من الصعب انه تقنعوا شركات او مؤسسات انه يستقبلوا اشخاص عندهم هالخلفيه او هالظروف الصعبه؟ نعم، هلا لاحظنا الحال صارت التوعيه كثير اكبر وصاروا الشرك عندهم ببروجرامهم انه يستقبلوا اشخاص عندهم صعوبات او عندهم مشاكل. عدد قليل من الموظفين بس في شرك عم بيزيد العدد عم بيتعاونوا معنا. نعم. بدي احكي شوي مع ماريبال ومع الي. بتروحوا على المركز، على مركز بسمه ببدارو؟ مين بتشوفوا هونيك ماريبال؟ بمين بتلتقوا هونيك؟ ماري تيريز؟ مين ماري تيريز؟ حكيمه هونيك، معالجه نفسيه وصديقه لك. انا بعرف انه بتنطرك هونيك. شو بتتحدثي انت وماري تيريز؟ بتخبريها اذا عندك شيء عم بيزعجك او عم بضايقك؟ الي بيزعجك؟ بضايقك؟ نو؟ الي بتعذبها لاختك؟ بتحبي تروح انت على المركز؟ خبرنا شوي عن النشاطات والدهرات والمشاوير اللي بيحضروا لكم اياها جمعيه بسمه، وين بياخذوكم؟ وين؟ مشاوير لوين؟ بتهروكم على الطبيعه؟ مش حابين يحكوا. ماريبال وين بياخذوكم ببسمه؟ وين بدهروكم؟ كزدوره؟ على مطعم؟ وين قولي وين رحتوا؟ خبرينا انت فاديه شوي عن النشاطات الترفيهيه اللي بتشاركوا فيها انتم كعائله. يعني بس يكون في شيء صورتي مثلا انه بنروح كلنا سوا، كل يعني الاعضاء الجمعيه والاهالي وكلنا بنظهر مع بعض. نعم. ألن بيلتقوا العائلات اللي بتساعدون سوا، بتجمعون سوا، هل بتنشأ صداقات بيناتهم؟ هل هن بدورهم بيساعدوا بعض بالنهايه؟ نعم، هيدا الشيء المميز والكثير حلو ببسمه، نحن عائله كثير كبيره. لأنه يمكن هن أكثر شيء بيفهموا وضع بعض، بيعيشوا مع بعض، بيعملوا تبادل للخبرات، حتى مثل ما بيقولوا بس تشوفي مصيبة غيرك بتهون مصيبتك، بيعملوا إيشانج. حتى فاديا كانت عم بتشارك بجروب للنساء، عملنا لهم 13 دورة توعية عن أشياء كتير مهمة لتربية الأطفال وللعنف ضد المرأة، عن المخدرات، بيعملوا تبادل لخبراتهم، بفيدوا بعضهم وبتهون المشاكل يلي عندهم، بصيروا ينظروا لها بطريقة كتير غير. نعم. قد ايه بتبقوا مع العائلة؟ مثلا تعرفتوا على فاديا من حوالي سنتين، واكيد غيرتوا لها حياتها بشكل كتير ملحوظ. قد ايه بتبقوا معها؟ قد ايه بتتابعون؟ كل عائلة لها خصوصية، بس اكيد يعني من السنتين واكثر، في عيال صار لها 10 سنين مع بسمه، لانه بعدنا ناطرين الشخص يلي هو بده يكون بوتنسيال، يعني هو يلي بده يقوم بالعائله. مثلا ناطرين في اولاد بعدهم بالجامعه، بس يتخرج بصير يشتغل بارت تايمر او فول تايمر يساعد اهله، لانه اهله مش قادرين يشتغلوا. العيال يلي الاولاد صغار والاهل فين يشتغلوا، بس ندبر شغل بيصيروا مؤهلين ينزلوا على سوق العمل، بتكون التاهيل تبعهم اسرع. والكثير حلو انه عم نلاقي نتائج كثير حلوه، عندنا بالعيال قصص نجاح، عندنا شخص صار فاشن ديزاينر. حلو. بعدنا لهلا نحن بندعمه. بتضلوا على اتصال مع العائلات والاشخاص اللي بتساعدوا؟ اكيد، مع كل عيالنا بنضل على اتصال من خلال هالعلاقه العائليه. يعني نحن مش انه بينشأ نوع من الرابط بتصور. نعم، والرابط عائلي، لانه أكيد العائله هي هن بيسالوا عنا ونحن بنسال عنهم، وهذا الشيء اللي كثير حلو واللي عم بقويهم تيقطعوا كل هالمشاكل. نعم. فاديا، لولا وجود جمعية بسمة وهالفرصة اللي قدموا لكم إياها، كيف كانت حياتك بتختلف اليوم أنت وعائلتك؟ يعني كانت بالوال، يعني كانت حياتنا بالوال، مثل ما قلت لك إنه ما في مدخول، ما في مثلا ضروريات الحياة، ما عم نقدر إنه نأمنها، أجار بيت، إلي بمدرسة عنده صعوبات تعلمية. نعم. بتعرف هي غالي كمان. يعطيكم ألف عافية. نتمنى توصلوا للمرحلة اللي أنتم بدكم توصلوا لها، اللي هي أكيد الاكتفاء الذاتي، وتعيشوا كعائلة متماسكة مجتمع بمحبة ودايما إيمان. أهلا وسهلا فيكم. نتمنى لإلي ولماريبال مستقبل كله هيك ورود ومحبة وأمل جديد. أهلا إن شاء الله. ميرسي كثير. شكرا لك ألن. بعد شوي مشاهدينا رح نستقبل مسؤولين بجمعية بسمة، وشفنا كمان لقطات لفنانين حبوا ويدعموا هالقضية النبيلة. وقفة قصيرة ومنكمل حلقتنا لليوم.